وحيد القرن مهدد بالانقراض، فقرنه هو في الغالب هدف الصيادين. ليتا ميكابيلا وبلاك مامباس تسعيان إلى الحيلولة دون ذلك. إنها المجموعة النسائية الوحيدة ضمن حراس الغابات في جنوب إفريقيا. أجازف بحياتي خلال عملي، إنها مهمة محفوفة بالمخاطر. تكافح الاثنتان يوميا ضد الصيد الجائر على حافة حديقة كروغر الوطنية. هل تقوم النساء بهذه المهمة بأفضل من الرجال؟ السادسة صباحا، بعد قليل تبدأ ليتا ميكابيلا عملها. قبل وردية الصباح لا أتزين، لكنني ببساطة أحب أحمر الشفاه. إذا لم أضعه أشعر أنني أفتقد شيئا ما. لقد اعتدت على ذلك وأنا أحب ذلك. ليتا تعيش مع بلاك مامباس في مخيم صغير في الحديقة الوطنية، ويضم المشروع إجمالا نحو 30 امرأة. ويبدأ العمل اليومي صباحا بمراقبة السياج ضمن مجموعات صغيرة. تعمل نساء المامباس مشيا على الأقدام ضمن مسافة يبلغ طولها 12 كيلو مترا على طول السياج، وهن لسن الوحيدات. الأسد كان هنا. يبدو أن الأمر يتعلق بأسد واحد. أنا معتادة على ذلك، لم أعد أشعر بالخوف. تقع محمية بالول الخاصة على حدود حديقة كروغر الوطنية الشهيرة، وتستطيع الحيوانات التحرك بسهولة لأنه ليس هناك أي سياج، والحدود الخارجية لمحمية بالول فقط هي التي تخضع للحماية. لدينا هنا سياج كهربائي كي لا تتمكن الحيوانات من مغادرة المحمية بسهولة. الطريق هنا مزدحمة للغاية، وكثير من السيارات تسير بسرعة كبيرة، فإذا خرجت الحيوانات من المحمية بسهولة قد تتعرض لحوادث كثيرة. السياج مزود بتيار كهربائي لحماية الحيوانات من الناس. كثيراً ما يحفر الصيادون تحت السياج للوصول إلى الحديقة. معظم حيوانات وحيد القرن البالغ عددها 20,000 في العالم تعيش في إفريقيا، وسنوياً يقتل منها حوالي 1,000 حيوان. في هذه الحديقة يوجد حوالي 80 من وحيد القرن، وقد تم قطع قرونها كلها في عملية من شأنها أن تحمي الحيوانات من الصيد الجائر. لكن القرن ينمو مرة أخرى، وجزء منه لا يمكن قطعه. لدى حيوانات وحيد القرن نقطة ضعف كبيرة، فهي لا ترى جيدا، إذ لا يتجاوز مدى رؤيتها 15 مترا، وهو ما يعرضها للخطر. لذا تعتبر نساء بلاك مامباس أنفسهن بمثابة عيون الحديقة ووحيد القرن. منذ أن بدأنا عملنا عام 2013 تراجعت حالة الصيد الجائر لوحيد القرن بنسبة 17% ولحيوانات أخرى بنسبة 73%. هذا يظهر أننا جزء من التغيير، فنحن نغير عقلية الناس. في الماضي كان بوسع الصيادين نصب كمائن وقتل وحيد القرن، أما الآن فهم يلاحظون أن النساء مامباس فعالات وفي نشاط دائم. نساء المامباس يجمعن معلومات ويستمعن لما يدور بين السكان أيضا. بهذه الطريقة يمنعن الصيد الجائر دون سلاح. أنا مقتنعة بأن النساء يقمن بهذه المهمة بشكل أفضل. نحن حنونات ونحب الرعاية. نحن نحب الصمت ولا نسرب المعلومات ببساطة. لكن عندما تصبح الأمور صعبة وخطيرة، فإن نساء المامباس يستنجدن بالوحدة المسلحة الخاصة بمكافحة الصيد غير المشروع. عندئذ يفتح يوهان غروبلر خزانة أسلحته.
هنا توجد بعض البنادق لكننا نستخدم هذه أكثر من غيرها. إنها بندقية هجومية صنعت للحروب والمعارك. إنها رائعة لهجمات من الكمائن، 30 رصاصة في كل مخزن، ولدي دائما 3 منها، هكذا يبدو شكلها. إنها رصاصة رائعة تمنع ارتكاب أي هراء. ألا تحبين السلاح؟ لا. إذن ما هو شعورك؟ لست ضد السلاح، إنه جيد لكنني لا أرغب في استخدامه. هذا أفضل بالطبع، فعلى المرء أن يكون لديه العقلية الصحيحة لاستخدام السلاح. يعيش غروبلر وفريقه في خطر، فمؤخرا وجد جهاز تتبع تحت سيارته، وضعه صيادون يرغبون في معرفة أماكن تواجده بالضبط. والفريق ممتن لنساء البلاك مامباس والمعلومات التي يقدمنها له، لكن لديه بعض النقد. جميعهن سيدات، ملكات الدراما بامتياز. عندما يأتين إلى هنا فإنهن يعتقدن أنهن يعرفن كل شيء، فحتى أنا أتعلم كل يوم شيئا جديدا، وهذا ما يتوجب عليهن تقبله. ليس لدى ليتا وقت للاستماع لمثل هذا النقد. يوم عملها طويل ولا ينتهي إلا عند الساعة 11 ليلا. فقد أقامت النساء صباح اليوم التالي نقطة تفتيش، وذلك في مسعى للتأكد من أن أحدا في المحمية لا يملك أسلحة أو لديه حيوانات نافقة. نحن نعمل هنا في المحمية وعلينا تفحص سيارتك، ليس لأننا نعتقد أنك سرقت شيئا ما، ولكن لأن هذه هي القواعد. افتحوا الحقائب من فضلكم. هل علينا فعل ذلك؟ نعم، علينا أن نتحقق من كل شيء. تبحث نساء المامباس أيضا عن الأسلاك العادية التي يستخدمها الصيادون في نصب الفخاخ. لنفترض أن هناك ظبيا قادما إلى هنا يجري بحثا عن الماء. في نهاية اليوم يعثر على رأس الظبي هنا، وبينما يحاول الظبي التحرك فإن السلك سيتحرك على هذا المنوال حتى يشتد حول عنقه إلى أن يفقد القدرة على التنفس. في أحد الأيام كنا نقوم بالمسح، رأينا وحيد قرن يعرج، وبعد مراقبته وجدنا فخا على ساقه. عثرت نساء المامباس بالفعل على مئات الأفخاخ كهذه، وبهذا أنقذت حياة العديد من الحيوانات. لكن أمام أكوام من الأفخاخ المستردة توجد جماجم حيوانات وحيد القرن النافقة. إنها بمثابة تخليد لذكرى الحيوانات التي لم تنجو. عند الغسق يبدأ الجزء الأكثر خطورة من المهمة. هذا هو الوقت الذي يشرع فيه الصيادون في عملهم، لذلك تقوم النساء بدوريات كل ليلة. ليتا تتذكر لقاء مباشرا مع الصيادين. توقفوا على بعد نحو 10 أمتار وكانوا ينظرون إلينا، وكنا نحن أيضا ننظر إليهم. قلت للنساء علينا أن نجري، كان ذلك خطيرا ومخيفا. فجأة يزداد الهدوء ويتوقف محرك السيارة عن العمل بجوار أفراس النهر. هذا يحدث باستمرار، سياراتنا ليست الأفضل. إنه أمر صعب لأننا في الأدغال وهناك حيوانات ضخمة وخطيرة، وسياراتنا قد تتوقف عن العمل في أي وقت. دعونا نأمل أن يدور المحرك من جديد. في صباح اليوم التالي أخذتنا ليتا إلى مسقط رأسها في مدينة لوفكارني التي لا تبعد كثيرا عن محمية كروغر.
تعمل ليتا 21 يوما متتاليا، ثم تحصل على 10 أيام إجازة تقضيها مع أسرتها، وتعتبر المنطقة متخلفة اقتصاديا ولا يتوفر فيها الكثير من فرص العمل. أكثر من نصف شباب جنوب إفريقيا عاطلون. إذا وجدت شخصا يحمل بندقية داخل المحمية علي طرح الأسئلة، لكنه يقول علي أن أعيل أسرتي، يجب أن يذهب أطفالي إلى المدرسة وأنا لا أعمل. أنا متعلم ويمكنني أن أستخدم يداي لبناء المنازل. هذا يدعو للتفكير أن الناس لا يمارسون الصيد الجائر لحاجتهم الماسة إلى المال، ولتستنتج أن الناس هنا بحاجة إلى وظائف. كان للوضع الاقتصادي السيء تأثير على عائلة ليتا، فقد فقد والدها عمله بعد إغلاق عدة مناجم محلية، كما لم تعد والدتها تعمل. اثنان فقط من أشقائها الستة يعملون، ووالدها سعيد كون ابنته لديها وظيفة جيدة. ينتابني شعور جيد بأن ابنتي تعمل، ليس لدي أي عمل، هي من يؤمن الطعام لنا، لذا فأنا بحالة جيدة طالما هي تعمل. لا أشعر بالضغط. مر والدي بالكثير من الصعوبات في تربيتنا أنا وإخوتي، لذا حان الوقت لكي نعيلهم. بالنسبة لي من الجيد أنني ولدت في عائلة كبيرة، لأنه إذا لم يكن لدي أي شيء أستطيع الاعتماد على أشقائي. في طريق العودة إلى العمل تزور لايتا عيادة للحيوانات المهددة بالانقراض، وتقوم ناتاشا روشر برعاية وحيد قرن يتيم قتل والداه على يد صيادين. يحدث مرارا أن يرى وحيد القرن والدته وهي تقتل بالرصاص، ما يؤثر عليه. هو يتأثر حقا لرؤية أمه تلفظ أنفاسها الأخيرة أمام عينيه، إنه أمر مفجع. تذكر هذه الزيارة ليتا بمدى أهمية عملها. أفعل ذلك للجيل المقبل، أريد أن يعرف أولادي وحيد القرن. سيعاني الجيل المقبل إذا فقدنا هذا الحيوان، سوف يرونه في الصور لكنهم لن يتمكنوا من رؤية وحيد القرن الحقيقي. ولمنع ذلك ستستمر ليتا ميكابيلا بالاستيقاظ كل صباح قبل السادسة للقيام بدوريات لإنقاذ وحيد القرن.